السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناتي نكهات مغربية Flavors of Morocco. اليوم جبت لكم كيكة فريز أو كيكة الفراولة أو الفريز، تجي خفيفة وتتشهي والمذاق الزال ديال الفريز، وفي متناول الجميع ومقادير اللي هي بسيطة وموجودة عندنا في الدار. كما تنعرفوا أن مازال السيزون ديال الفريز، يعني مازال موجود في السوق، وكيخصنا ناكلوه باستمرار ونديروه في الوجبات الغذائيه ديالنا بحال الكيك، كونفيتور، مارمولاد، مهم بزاف الحوايج، سالاد ناكلو هكذاك كوم فروي لانه فيه بزاف ديال الفيتامين، فيه لا فيتامين سي، فيه بوتاسيوم، كيحمي من امراض القلب والشرايين. ما نطولش عليكم بزاف، خليكم تشوفوا الكيك ديالي كيفاش جا، جا رائع وتيشهي، والروائح ديال الفريز عاطية في الكوزينه، يعني اللي شم الريحه يبغي ياكل هذا الكيك. بالنسبه للسيرو ديال الفريز، كنديروا الفريز مع شويش ديال السكر على حسب الذوق، وتنردوه على النار مهيله يطيب، من بعد تنصفيوه بالصفايه وها السيرو ديالنا واجد. باش نحضروا كيكه الفريز غادي نحتاجوا الفريز مغسول مزيان، غادي نقطع طريفات صغار. بالنسبه للفريز ما تزولهم ديك الوريضه خضراء قبل ما تغسلوهم، تغسلوهم لان من قبل ما تغسلوهم الا زولتوها غادي يدخل الماء داخل ديال الفريز وغادي يفسد الفريز وما غاديش يبقى لمده طويله. بالنسبه للفريز غادي نحتاجو تقريبا 4 كيلو ديال الفريز او 14 الحبه ديال الفريز او 16 هكذاك مقطعين طريفات صغار. من بعد ما قطعت الفريز ديالي غادي ندوزو تحضير الكيك. غادي نحتاجو جوج بيضات كبار، كبيسة ديال الملح، كاس ديال السكر سنيدة. بالنسبة للكاس هو كاس د أتاي عادي اللي كيعرفوه المغاربة كاملين. كاس ديال الزيت نباتية، ياغورت بالنكهة ديال الفراولة بالنكهة ديال الفريز، فاني. ماشي بالضروري تستعمل هذا الفاني، كاين فاني ديال السكر العادي اللي في الساشي حتى هو تيجي مزيان. تنزيدو الدقيق ديال الحلويات او الفوز شويش بشويش، تنزيدو عليه الخميرة او البيكنج باودر، تنخلطوا المقادير ديالنا مزيان.
نزيدو الدقيق اللي بقى ونخلطو مزيان. بالنسبة للمول أو اللاطة، أنا استعملت اللاطة ديال 26 سنتيم كما تشوفوا. درت لها شويش ديال الزبدة مع بابي كويسون، وكندير نص ديال العجين في المول، تنزيد عليها نصف ديال الكمية